اليوم بدنا نحلق لديلا ونشوف اليوم مين منلحق كمان ونحممهم لأنه بهر كتير وزائد أنه كمان رجع يصير عندهم ترجيع كرات شعر بكميات كبيرة. وبيلا هون كمان عندها براسة مثل طفح أو حساسية وهيك عم نعالجه وصلنا شي شهر وما عم بيمشي الحال, فخايف يكون في عندها براغيث وهي اللي عم تسبب لها الحساسية. فبدنا نحلق لها ونشوف نفحص منيح. بسم الله. وأنا ما بحب أحلق لهم, يعني بحاول أنه وقت يهروا ما بتضايق أنا من الهر, بس هن المشكلة بصير كل يوم كل يوم لاقي ترجيع ترجيع. وزائد هلأ طلعت لي هالمشكلة مع بيلا, هذا هون كله محمر وطفح هون عجناه براسة من هون ومن هون, وعم نعالجها وجبنا لها علاج وهيك ما عم يمشي الحال. ما بعرف إذا في عندها براغيث, وزائد إنه بدي شوف جسمها كمان إذا فيه مثل هذا الطفح ولا بس على راسها. بيلا بلا فضول يلا حبيبتي. هيك مرة بشهر 5 ما قدرت نزل فيديوهات الحلاقة لأنه بعد ما صورناهم ومنتجتهم وكل شيء انضرب الهارد عندي وراحت الفيديوهات وراح كل شيء على الهارد. فهلأ ثائبت انه ردوا رجعوا يهروا, زائد هاي المشكلة اللي عند بيلا فتشجعت. بعدين كحمام ما تحمموا, دول صار عمرهم 9 شهور ولاد ليلي ما تحمموا ولا مرة, وكان المفروض اول الاسبوع الماضي يعني ساوي هاي الشغلة, بس صار معنا شغلة انه ضاعت ليلي شي 36 ساعة قلبت الدنيا عليها. يعني ليلي عندي اياها بالكل, جنيت عليها جنان, فتح خي الباب عم طلعت هربت وما عاد لقيناها, ندور عليها يومين وما كنا نلاقيها. انا بعرفها بتطلع لفوق على السطح, انا ساكن بالارضي تحت الارض بعرفها بتطلع على السطح. طلعت ودورت كتير كتير ما كنت لاقيها, بعدين بقى نزلنا ندور بالشوارع وبعدنا كتير وما كنا نلاقيها, وبلشت افقد الامل يعني بعد مرور يومين وعقلي ما يستوعب شو عم بيصير معها اقول هلا وكذا. بعد يومين قاعد الصبح على البلكون ولا بسمع صوتها, برفع راسي لفوق بلاقيها على السطح مادة راسة من حفة السطح وعم تنادي. طب نحن دورنا على السطح كتير كتير وأكثر من مرة, كيف كانت متخبية والله ما بعرف. مهم طلعنا جبناها وكتير فرحت برجعتها, قلت لا خلص إذا هيك هعمل لهم الحلاقة لكان والحمام, لأنه وقتها بطلت خلص بس راحت ليلي قلت ما عاد يمشي الحال, ليلي أهم واحدة عندي. فرجعت الخانوم دايما ترعبني كل ما نفتح الباب بتركض, الحمد لله. فهلأ كمان ليلي صعبة, عذبتني وقتها بشهر 5 بالحلاقة كتير أكتر وحدة, فالله يعيننا على حلاقتها لست ليلي. وكمان بس لقيتها بيوم اللي لقيتها الخميس, أنا هي ضاعت التلاتة لقيناها الخميس الصبح بكير الساعة 5:30, كمان المساء وقت فقنا بالليل يعني تعشيت وهيك حسيت حالي تعبان بعد العشاء, وإذ بصير معي تسمم كمان تسممت وضليت من الخميس لليوم للأحد وأنا بحالة مرض. فقلت يعني ما في غير بيتأجل هدول الفيديوهات الحلاقة والحمام, قلت للحق اليوم عاد قبل ما يرد يصير معنا شي. يلا منكمل لبيلا حلاقتها ومنفرجيكم. وهاي الست بيلا خلصت حلاقة, هاي أول الضحايا, وهلأ بدي أفحصها أشوف إذا في شي براغيث وهي اللي مسببة هالحساسية. شايفين هون عندها كيف كله تحسس أحمر, وهون وعم نحط لها علاج وما عارفين شو وضعها. فهلأ بدنا نفحصها ونحممها ونشوف مين الضحية الثانية بعد بيلا. هلأ دور الست بيلا, ندلش حمام
شوفي هالمي ما احلاها بلش تنفصل شو عم بيصير. لا لا ما تنفصلني حبيبتي ما فيش. عم نتحمم اول حمام لهم هن هدول اولاد ليلي بالمره. سبحان الله الطباع بتختلف حتى بالقطط مثل البشر، ما في قطين مثل بعض. يعني هاي اختهم ونفس الام والاب. شايفين اللطافه؟ لهلا ان شاء الله تضل. يلا يا بلا بلش بالبايولاين بعدين بالشامبو الطيب. والله انتي شطوره، شوف عم ترفع لي ظهره بفكرني عم بحنسله. خروفه بلا خروفه، انا عم حممها وهي شطوره. شو شايفك انبسطتي بلا غير الكل. فاتي انتي اسهل وحده بلا. شفتم هذا هلا الشامبو الطيب. بدك تطلعي لعندي حبيبتي، بدك استني ما فيك تطلعي بس لحمك، بدك توقفي هيك وقفي. دخيله بيلا شطوره بيلا، شوفوا ولا صوت ولا حاولت تهرب من البانيو ولا شيء، بس بدها تطلع لعندي تتسلق تحاول تستكشف شو عم بيصير. حلوة المي منعشة يا بيلا والله منعشة. هذا أول حمام إليك في الحياة. فضولية بيلا عم تطلع بقلب الطشط. شوفي بالطشط يا هيبة. شمي هالشامبو والله مش حلو. عم تشمه شمي. شايفة هالريحة يا بيلا جد. توقعي بمحله، انتي وحدة شطورة. بغرب لك وشوك كمان بلكي هون. لا اذا بغرب مالك المنطقة هاي بتبرد تنبسطي. لا مش ما تطلعي على كتافي، ما تطلعي على كتافي الوزي اصغر. الا هالشغلة انا نسيت جبتكم على الحمام بدون نص اظافير. اختك شطبتني خزقتني انا ووعيك خزقتني كنستي. هل تعلمون هذا الشيء يا بيلا؟ طلبي انتي انه هيك تعمل لوسي مو شاطر لوسي. بيلا لا تنزعي يا اخر الحمام. ايه حاضر يلا خلصنا. بيلا ايه خليكي شاطر، ما في هذا شاطر. خلص روحتي على حالك اللقب. هاي تضربني على وشي من البيت ما في بطشه تريحني. خلاص ايه حاضر يلا عم بعصرك. يلا بس شوية عصر لك. ايه لا تفكي لعندي، اذا فتلتي بتخربشيني. أبوسه يا بيلا. يلا أبوسه يا بيلا. عادي البشكير يلا عادي تلفلفي ضبطبي. يلا ضبطبي للفك. وين غطستي؟ غطست راسا. لك ليش طلعتي حالك من تحت؟ بلا يلا نعيمة هاي بلا خلصت. مرقت لي الحمام بلطافة وهلا بس رايح جيب شغلة من الحمام مسحها هون من البتادين في شوي على راسها جرحت. فكرت بس فتنا على الحمام بدنا نرجع نعيد كل الآدمية اللي كانت بالحمام روحتها. طبعا لما اقرب استشوار بكون بارد، بس بعده بكون سخن بنشف شوي بعدين بس بحطه على البارد بقلبه كان هيك.